ما هو العمل؟ كل ما يقوم بإنجازه الإنسان يسمى عمل. يسمى الشخص الذي أبدع العمل مؤلف أو مؤلفة. في البداية تخطر على المؤلف فكرة أو نية، ثم ينشئ ما نسميه بالعمل الفكري. قد يتجسد العمل في أشكال كالرسم، قطعة موسيقية، لوحة فنية، نص، أو كود برنامج حاسوبي، ولكن أيضاً فيديو، كوريغرافيا، نموذج، سيناريو فيلم، صورة، قناع، طقوس، إلى آخره. المؤلف لديه كل حقوق استغلال عمله. هذا ما نسميه حقوق التأليف والنشر. حقوق التأليف تنطبق تلقائياً على العمل حين إنشائه، ولكن بثلاثة شروط. أولاً، يجب أن يكون العمل منجز أصلياً، حيث يتجلى فيه إبداع المؤلف. كي تنتج عملاً فكرياً تحتاج لقليل من عصير الموقف. ثانياً، يجب أن نكون قادرين على إثبات وجود العمل. بشكل عام يكفي أن يكون العمل ثابتاً مادياً. إذا كان في رأسك فهذا لا يكفي. حقوق النشر لا تحمي الأفكار أو الحقائق، لكن فقط تعابير الأفكار والحقائق. لكن ما الفرق بين الحقيقة، الفكرة، والتعبير عن الفكرة؟ حكم هذا المثال، هل تعرف ما هو القدر؟ القدر عبارة عن وعاء، هذه حقيقة. ماذا لو جعلتها عملا فنيا؟ ستتحول إلى فكرة. وفي الأخير كان عمود باسكال في دوالة، وهذا تجسيد للفكرة. إذن إذا كان تعبيرا عن فكرة، وإذا كان موجودا ماديا، وإذا كان أصليا ومبدعا، إنه العمل. بعض الأحيان يكون اسم الفنان مجهولا أو منسيا، أو في بعض الأحيان يظل المؤلف مجهول. قد يستخدم المؤلف اسما مستعارا. في بعض الأحيان يتم إنجاز العمل من طرف عدة أشخاص. نتحدث هنا عن العمل المشترك أو العمل الجماعي. أخيرا، ما يسمى بالأعمال المشتقة هي نتاج من أعمال أخرى كالترجمة، الريميكس، والاقتباس. في جميع الحالات يكون العمل محميا منذ إنشائه بموجب حقوق النشر. إذن حقوق التأليف والنشر أنشئت لتعزيز الإبداع، وهي معتمدة في جميع دول العالم لكن بأشكال مختلفة. يتوفر حماية للمؤلف مهما كان عمره أو سنه. مثلا، لا يحق لأي شخص أن يستحوذ عليها. أنت أيضا من يقرر ما إذا كان يحق للآخرين نسخه. إنه حق الاستنساخ، يجب طلب إذنك قبل النسخ. وأنت، ما هي الأعمال التي أنجزتها؟